إذا الثاني وإذا هذا الحبل عند المسحة قلت الطيب للسلام ومع السلامة. في إطار تحضيرات الحملة القادمة لحملة الحصبي بشهر نوفمبر عام 2018 التي تستهدف الأطفال من عمر 5 سنوات حتى 15 سنة، نقوم اليوم بتدريبات للفرق والمراكز ومشرفي الفرق ضمن خطة تدريب لجميع المراكز ضمن ريف حماة الشمالي والغربي، تزامنا طبعا مع انطلاقها في جميع في باقي المحافظات. طبعا يستهدف التدريب عناصر المراكز لطبعا شرح المرض بشكل عام، أسباب هذه الحملة، استراتيجية المتخذة هذه الحملة، المهام والأدوار لكل عنصر ضمن عناصر الفريق والمركز. استفدنا كثير من هالدورة، كانت معلومات عن كيفية عن ما هو مرض الحصبي، الآثار الجانبية، كيفية إعطاء اللقاح، السلامة والأمن للقاحات، استفدنا كثير نحن من هالشيء. لا.